نحن نتواجد الآن على بعد أمتار من وسط مدينة الرقة، من تحديدا من سور الأسري أو ما يعرف بباب البغداد، حيث تجري اشتباكات عنيفة بين قوى سوريا الديمقراطية. كما تسمعون أصوات الاشتباكات والقذائف بين فينة وأخرى، تشتد المعارك وتقل حسب الهجمات التي تشنها قوى سوريا الديمقراطية. حسب ما أكد لنا قياديين ومقاتلي قوى سوريا الديمقراطية، بأن اشتباكات تجري بقرب من السور الأسري وأيضا في من هذا من محور الشرقي ومن المحور الغربي. الاشتباكات تتركز في حي الحدتين وفي ضواحي حي القادسية، وأيضا من جهة الشمالية قوى سوريا الديمقراطية تتقدم باتجاه صوامع الحبوب كما ترونها، هي تقع أمامنا وفي الجهة الشمالية للمدينة. بالنسبة لوسط مدينة الرقة، قوات سوريا الديمقراطية استطاعت أن تسيطر عليها سيطرة النارية بعد أن وصلت إلى حدود أسوار مدينة القديمة لمدينة الرقة، والاشتباكات تجري هناك. لن نستطيع التقدم أكثر بسبب وجود القناصات وأيضا الألغام، والآن كما تسمعون وترون الاشتباكات شديدة في وسط مدينة الرقة.